صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام المقاولين العرب الساعه 8 بالليل على استاد القاهره. بنفكركم بالاستوديو التحليلي على قناتنا، هيكون قبل المباراه بساعتين ان شاء الله مع كابتن ايمن شوقي وضيوف الاستوديو. فريقنا بيدخل ماتش النهارده هو حاسم لقب الدوري ومتربع على القمه برصيد 79 نقطه، والمقاولين في المركز الرابع برصيد 52 نقطه. يلا بينا. الجنوب افريقي بيتسو موسيماني اصبح المدير الفني للنادي الاهلي، والحقيقه دي كانت مفاجاه مدويه محدش كان يتوقعها خالص، لكن المفاجاه دي عملت حاجات كتيره قوي. اولها ان بيتسو موسيماني لما اتكلم مع اداره نادي ان هو يرحل، رحل في ساعتها بدون اي مشاكل وبموافقه النادي. ده كمان النادي طلع بيان قال فيه ان هو حاسس بالفخر ان مدربه ماشي. الحقيقة الموضوع كان غريب جدا علينا هنا، لكن عشان تعرف قد ايه الموضوع كبير شوف الناس هناك اتعاملت ازاي مع موضوع ان النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا واعظم نادي في القارة والفريق الاكثر تتويجا بيطلب مدرب من جنوب افريقيا. الحقيقة الموضوع عمل بومينج كبير جدا في جنوب افريقيا وفي القارة كلها، الناس كلها بتتكلم على ان مدرب افريقي هيمسك النادي الاهلي لاول مرة، دي حاجة محدش كان بيشوفها قبل كده. والموضوع كبر لدرجة ان رئيس الجمهورية في جنوب افريقيا حقيقة الراجل يعني فاجئنا بأنه بيتكلم على تعيين موسيماني مدير فني للنادي الأهلي، وكان بيشيد بالموضوع وقال إن تعيين موسيماني في الأهلي ده بيعزز روابط الصداقة بين البلدين. طبعا احنا وجنوب افريقيا يعني العلاقه بيننا طيبه الحمد لله وكل شيء تمام، لكن قبل موسيماني كان كل اللي بيربطنا بيهم هو كاس القارات مثلا اللي لعبناها هناك، نيلسون مانديلا العظيم، كمان ايجيبت 2-0 قطعناكم في بوركينا فاسو في فيلم افريكانو الحقيقة. لكن دلوقتي بقينا بنتكلم على جنوب افريقيا بيبقى فيه سان داونز اللي قدر يكسب الاهلي والزمالك ويتوج ببطوله افريقيا كمان في فتره قصيره جدا مع المدرب اللي معاهم من سنه 2012. الحقيقه عقد موسيماني مع سان داونز كان فيه بند يسمح له ان هو يرحل بدون اي شرط جزائي لو جاله عرض فيه نقله في مسيرته التدريبيه. البند ده بيقول ان هو لو جاله عرض يدرب في اوروبا او منتخب جنوب افريقيا فيحق له الرحيل في اي وقت. والحقيقه مفيش اكتر من النادي الاهلي يعمل له نقله ويعمل نقله لكل المدربين في القاره السمراء وللكره الجنوب افريقيه بشكل عام. كابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط اتكلم في المؤتمر الصحفي عن أسباب تفضيل موسيماني على ثلاث مدربين أجانب كانوا موجودين على طاولة اللجنة بتختار بينهم. قال إن موسيماني بيمتلك كل الخبرات الكافية، درب في قطاع الناشئين في بلجيكا في الفريق اللي هو لعب فيه فترة قبل اعتزاله، وكمان كان مساعد لكارلوس ألبرتو بيريرا واحد من أعظم المدربين في تاريخ الكرة واللي قاد البرازيل للفوز بكأس العالم 94 لما كان موجود مع منتخب جنوب أفريقيا في كأس العالم 2010، ده غير إنه هو مسك فرقتين كبار في جنوب أفريقيا سوبر سبورت وكمان سان داونز اللي قدر معاه يكسب بطولة دوري أبطال أفريقيا في 2016 على حساب الزمالك. الحقيقة موسيماني قدر يقنع لجنة التخطيط إن هو يكون المدير الفني للنادي الأهلي بعد ما كسب 10 بطولات في 8 سنين مع فرقة سان داونز. الحقيقة احنا لما شفناه في المؤتمر الصحفي او في الحوار الخاص اللي كان على قناتنا مع كابتن هاني رمزي يعني استشفيت كده شوية حاجات من الراجل دوت. اولا الراجل ده طموح جدا، عنده طموح كبير ونفسه يحقق حاجات كتيرة جدا، وكمان هو مقدر جدا قيمة النادي الاهلي وعارف ان هو في مكان كبير، فلما تدي واحد طموح مكان كبير ويكون مفاجأة على الناس كلها وهو عايز يثبت حاجة ان شاء الله هنستنى منه كتير قوي. موسيماني اتكلم عن طريقة اللعب اللي ممكن يلعب بيها وقال أنا في الوقت دوت مش هقدر أغير ولا هعمل أي تغييرات على الفرقة. الحقيقة احنا شفناه في سان داونز كان بيلعب دايما ب 4-4-2، دي طريقته المفضلة يعني في مسيرته التدريبية، لكن احنا بنلعب 4-2-3-1، والراجل الحقيقة مش عايز يوتر الفرقة أو اللعيبة في التوقيت الحساس دوت. قدامه كام ماتش على ماتش الوداد المهم جدا في نص نهائي دوري أبطال أفريقيا، فالراجل يعني من اولها كده بيلم اللعيبه ومش عايز يحسس اي حد بتوتر وبقلق، وده اللي احنا محتاجينه في الفتره دي. الراجل اتكلم في المؤتمر الصحفي وقال انا مش هجري اي تعديلات على الفرقه وهكمل باللي موجودين عندي دول والفرقه اللي كانت بتلعب مؤخرا عشان اجهزهم لماتش الوداد. طبعا هو ما عندوش مساحه يتحرك فيها، وكابتن سامي قمصان هيكون عليه دور كبير جدا ان هو يعرفه بقى كل حاجه في الفرقه
الفتره اللي فاتت سواء غيابات او اطافات او لعيبه عندها اجهاد عشان يبقى عنده الصوره كلها وهو بيحط التشكيل، وده اللي هيساعده كمان في ماتش الوداد ان شاء الله اخر الشهر ده. قبل ما نختم عايز اقول لكم كلمه صغيره كده في ودنكم نختم بيها الحلقه قبل ما مستر موسيماني يبدا مشواره النهارده في اول مباراه رسميه. النهارده الراجل هيلعب مباراه قدام المقاولين، فرقه كبيره وقويه، مش عايزين يعني نحمل الراجل اكتر من طاقته. الراجل لسه جاي من يومين ما شافش اي حاجه في الفرقه وغالبا هيلعب بنفس التشكيل، ومستر يعني موسيماني كده هيجرب النهارده شويه حاجات في حدود ضيقه جدا، لكن ما نقدرش نحمله حاجه. لو عايزين نتكلم بقى على موسيماني بعد كده يا ريت يا جماعه يبقى الكلام على قد الكوره، يعني اللي شايف مشكله في الماتش، اللي شايف اداء مش عاجبه، اللي شايف انتقاد يتكلم على الكوره، مش عايزين نروح لحته ثانيه ونتكلم في كلام ملوش لازمه وممكن يعاقب عليه القانون بعد كده في حاجات ما تهمناش، زي حاجات كتيره قوي ملهاش اي لازمه كان الناس بتتكلم فيها، زي جنسيه الراجل او البلد اللي جاي منها او اي حاجه ثانيه مش مهمه بالنسبه لنا. احنا كل الدعم لمستر موسيماني ان هو يكمل في النادي الاهلي ويقودنا المزيد من الالقاب والبطولات، وهو كمان اسمه يلمع اكتر وينور في قاره افريقيا معانا، ونشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء قبل ماتش انبي، ويلا يا اهلي.